السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله، غادي نحضر معكم ملفي. غنشوفوا الطريقة. المقادير عندي 500 غرام ديال الدقيق، ديال الفورس ديال الكاطو، 250 غرام ديال الزبدة ديال التوريق كتكون في الثلاجة، كنحكها بهاد الحكاكة كيكونوا العيون ديالها شوية واسعين، كنغمسها في الطحين ونحك حتى كنساليها، وكنعاود نكرر العملية، كنخلطها مع الدقيق ونولي نحك. انتم كتشوفوا كتخرج كلها مخلطه مع الطحين، ما كتبقاش تبان كاع نهائيا. شفتوا انتما؟ غادي ناخذ واحد الحك ديال ياغورت، 150 ملي ديال الماء، وكيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. ما كندلكوش، غير كنجمعوا بصبعنا بحال اللي كنخلطوا سميده ديال الحرشه، كنجمعها كنولي نخلطو عاوتاني داك اللي كيبقى لي ناشف، غير كنجمعها بحال هاد الشكل هذا. صافي، نتوما كتشوفوا ما كتدلك ما والو. دابا غادي نرش بالدقيق ونسرحها، قلنا غير كنجمعوها ما كندلكوهاش، ساهله ميلفي غير اللي ما بغاش يديرها. كنرشب شويه ديال الدقيق صافي حتى كنسرحوها مزيان، كنحيد داك الدقيق اللي كيبقى زايد من الفوق، وغادي نقسمها على ثلاثه، كنطوي على هذا الشكل هذا، وغنزيد نحطها عاوتاني على الطرف الاخر ونطويها. عاوتاني غنديرها في هذا الطرف الثالث وكنطويها، وكنقادو الجناب باش ما كيبقاوش خارجين، وعاوتاني غادي نسرحها بدلاك. حتى غادي نطلقها مزيان، غادي نقسمها على جوج ونطويها. غندير لهاد الطريقه هادي، ما كندخلها للثلاجه الاول، وكنسرحها داك الساعات. عاوتاني غادي نولي نطلقها، وغادي نعاودها المرة الثالثة. دابا كنقادها نيشان مزيان، غادي ناخد سيني ديال الفران، وناخد هذا الورق ديال المطبخ، غادي نعبر عليه على حسب السينية اللي عندي، وغادي نقطع العجين. هذا غادي نديرو عاوتاني بوحدو، كنطويه وعاود نسرحها. صافي كنقدوها، لكن شي حاجة زايدة كننقصها كطريف هذا. وندير له داك الثقب بحال هكذا، يا اما فرشيطه يا اما بهادي، وغادي ندخلها للفران طيب كطيب على 180 درجه. كرش عليها شويه ديال السكر سنيده باش كتعطينا داك التقرميشه وداك التحميره من الفوق داك الوجه. غادي نحضر معكم كريم باتيسيير. عندي هنايا 500 ملي ديال الحليب، 3 المعالق ديال السكر سنيده، و 3 المعالق ونص ديال النشا، وغنزيد لها 40 غرام ديال اللوز مطحون. هانتوما كتشوفوا من بعد ما طابت هذا هو شكلها، غير المهم تورقوها ديروها رقيقه، ما تكونش غليظه باش ما تجيكمش المعجنه.
صافي غادي نخليو الكريمه تبرد، حتى كتبرد عاد كناخذ كنقطعها ثلاثه ديال الطروفه مقادين. صافي غادي ندير لهم الكريمه. غادي نزيد الطبقه الثانيه، عاوتاني غادي نسرح عليها الكريمه. صافي غادي نزيد نقدا ونزيد الطرف الثالث. بسم الله. غادي نحضر الكلاصاج، عندي تقريبا نص حامضه ولا كبيره واما حامضه صغيره، كنعصرها مزيان كنصفيها، كندير عليها سكر كلاصي وكنبقى نخلط. غادي نقلب انا لهذا البول هذا باش تجيني شويه واسع، حتى غادي نحصل على الكميه اللي محتاجاها. كنخلط وكنزيد، الا بقى قاصح كنزيد شويه ديال الحليب، ولكن خصني واحد القوام يكون شويه ثقيل. صافي هذا هو القوام اللي بغيت، كيكون ثقيل بحال هذا الشكل هذا. انتما غادي نديروا عليها من الفوق كنسرحوا، تكون غير واحد الطبقه رقيقه كتكون. وغادي ناخذ شويه ديال الكاكاو وغادي نزيدوا على داك الكلاصاج اللي بقى لي. ومن بعد غادي نقطع على هاد الجوانب اللي كيبقاو، كنقادها وكنقطعها طريفات. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف المشاهده والتشجيع ديالكم، وكنتمنىكم تشجعوني اكثر باش نزيد المزيد معكم. والى اللقاء الوصفه اخرى ان شاء الله باذن الله. قناه مطبخ امينه شمس، ما تنساوش الاشتراك ولايك باش ديما يوصلكم الجديد.